السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، وقبل البدء في الفيديو أرجو الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. وافقت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة على طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع الناشط السياسي كريم طابو. وكشف المحامي عبد الرحمن صالح فإن مجلس القضاء العاصمة قرر الإفراج عن الناشط السياسي كريم طابو،